حقيقة اسمح لي ان انا اتوجه بالشكر زي ما انت اشرت يا استاذ اسامة. عرض الاستاذ محمود كان عرض يعني بسيط مميز كافي ومغطي. يمكن هي بس الجزئية دي، ده انا اللي هسأل السؤال. هو انا النقطة اللي انا فهمتها طبعا ان الاحداث اللاحقة ممكن تؤدي الى تعديل وممكن تؤدي الى الافصاح، بس الاستاذ محمود حط لنا المعيار، وهو ان اذا كانت المسألة تتعلق بتقدير الشخصي، فالتقدير الشخصي ممكن الأحداث اللاحقة تدي انطباع على إنه لم يكن موفق، وبالتالي حسب ما أنا فهمت بالتأكيد إن المعيار ده الحق هنا أو الالتزام بتعديل القوائم المالية. أما المسألة إذا كانت لا ليست محل تقدير وإنها مسألة أخرى فبيكتفى بالإفصاح. أنا بتصور إن فيما يتعلق بالضرائب، يعني أنا خلاص عملت القوائم المالية على الاقرارات على الاسعار الحاليه الى اخره. طيب لو في اي تعديلات تمت بعد تاريخ الانتهاء اعداد القوائم الماليه، انا بتصور انها مساله برضو مش في ذهنه، وبالتالي هي ما فيش خلاف. انا يعني وانا اعتقد اني وما اعرفش ده الكلام ده مظبوط، نعرف من الاستاذ محمود ان احنا قلنا يا تعديل يا افصاح. انا شايف ان في الحاله دي مساله خارجه عن ارادته او خارجه عن التقدير الشخصي ل المتعلق بأعداد القوائم المالية، وبالتالي هنا في الحالة دي بيبقى مطلوب الإفصاح طبعا، لأن ده بيبقى مهم للمتعاملين في القوائم المالية بشكل عام. لكن طبعا لا أجد إضافة على الكلام الجميل يعني اللي قاله الواضح الحقيقة اللي قاله الأستاذ محمود. هو أنا كنت عايز أسأل حضرتك يا دكتور مصطفى قبل ما ننقل لمحمود بيه. دلوقتي لو فرض إن زي ما قال محمود كده ان القوائم الماليه اتعدلت وتعدلت وكان سبق تقديم اقرار ضريبي ليها، هل بالقطع او بالضروره اي تعديل في القوائم الماليه يستتبعه اقرار ضريبي معدل، ولا لو مش محتاجه تعديل مش لازم تعمل اقرار ضريبي معدل؟ لا، هو اذا كانت المساله اولا ان انت ما بتقدمش الاقرار الضريبي الا بعد اعتماد الاقرار اعتماد القوائم الماليه، وبالتالي في الحالة دي خلاص أنا في ضوء آخر تعديل للقوائم المالية بعد الإقرار الضريبي. طب لو افترضنا جدلا أنه هو تم بعد تاريخ أنت قدمت إقرار في المرحلة الأولى، يمكن حتى اللي موجود مع كان مع القطاع العام أن أنا بقدم، لأن ده الإجراءات المتعلقة باعتماد الجهاز المركزي للمحاسبات كانت بتاخد وقت، فكان حتى القانون نفسه بيدي للشركة أنها بتقدم إقرار مبدئي والإقرار النهائي بتقدمه بعد كده. إذا كان الأمر ده بالنسبة للقطاع الخاص، هو طبعا تعديل الإقرار مسألة ملزمة إذا تم تعديل القوائم المالية بعد تقديم الإقرار الضريبي، وكان من شأن هذا التعديل التأثير على الوعاء الخاضع للضريبة، بتلتزم الشركة اللي بتقديم سواء كانت قطاع خاص أو قطاع غير خاص بتقديم إقرار معدل خلال المدة المحددة لتقديم هذا الإقرار اللي هي كانت 5 سنين، لكن الحقيقة قانون الإجراءات الضريبية اكتفى بسنة واحدة بس. تمام. بس دلوقتي مش في إقرار ضريبي مبدئي ثم نهائي؟ مع القطاع مع كان موجود مع الشركات القطاع العام، يعني كان موجود مع القطاع العام الأول. يعني في البنوك بتعمل مبدئي ثم نهائي. علش برضه هتلاقيها مع القطاع العام. القطاع العام. البنوك المملوكة للقطاع العام. بالزبط. اما القطاع الخاص ما كانش ليه، ما كانش في مبدا، ما كانش ليه. لكن في كل الاحوال حق تعديل الاقرار مكفول للاثنين، مكفول طبعا. فاذا تم التعديل يبقى انت تقدم يعني. طيب هو طبعا معالي الدكتور عبد الرسول ده يعني انا شايفه معترض، فانا مش عارف ليه يعني ده يعني. لا انا مش معترض، انا بنقول تعديل اقرار اهو يا معالي الدكتور. لا تعديل اقرار ايه يا اسامه بيه؟ يعني الاول اشكر الاستاذ محمود على هذا العرض، وأنا الحقيقة ليا تساؤلين صغيرين. السؤال الأول عن المدى الزمني اللي أنا ممكن أخد في الاعتبار الأحداث اللاحقة، يعني يمكن عندنا المعيار في معايير المحاسبة أعطيني مدى زمني تقريبا 45 يوم بعد انتهاء تاريخ إقفال القوائم المالية إن أنا ممكن أي أحداث جوهرية أخلي القوائم المالية تتأثر بيها. فهل المعيار 560 اداني مدى زمني
لهذا التعديل ولا لا، وخاصة يا أستاذ محمود يمكن المشكلة دي قابلتني أول امبارح وأنا براجع ميزانيتين لشركتين شقيقتين، وفي حدث جوهري وهو زيادة رأس المال 4 أمثال. الشركة اللي دفعت حصتها في رأس المال أظهرته في القوائم على إنه استثمارات، الشركة اللي زاد رأس مالها حصل إن قرار مجلس الإدارة بالزيادة، لأن الزيادة كانت في حدود رأس المال مرخص به فأصبحت سلطة مجلس الإدارة، المجلس خد قراره، خد وقت حوالي 5 شهور على الهيئة العامة للاستثمار ما اعتمدته، الشهر العقاري خد له كام يوم، تم التأشير في السجل التجاري بعد 45 يوم بيوم أو بيومين، أصبح في مشكلة من ناحية معايير المحاسبة. أقول إن هذا الحدث تم بعد المدى الزمني المسموح به وهو 45 يوم. وفي نفس الوقت أنا في استثمارات شقيقة متبادلة عاوز أظهرها لأنها حدث مهم وحدث جوهري وله تأثير على قارئ القوائم المالية وله تأثير على البنوك وهكذا، وأنا بشوف هذا الحدث قبل ما أكتب تقريري. فأعمل إزاي عملية توفيق بين معيار المحاسبة بالنسبة للأحداث اللاحقة للميزانية ومعيار المراجعة 560 بالنسبة لهذه الأحداث؟ والنقطة الثانية اللي الدكتور مصطفى أشارها، طبعا الكلام ده كان متاح بالنسبة لنا قبل القانون 91 لسنة 2005، إنه أنا بقدم إقرار مبدئي، وده طبعا كان بالنسبة للبنوك ووحدات القطاع العام، وكان أقدم إقرار نهائي لما القوائم المالية تعتمد من الجمعية العمومية. إنما نظراً لأن هذه الجهات تراخت في انعقاد الجمعيات العمومية، وربما يكون أحد أسباب التراخي رغبتها في تأجيل سداد الضريبة، فجاء القانون 91 لسنة 2005 وأصبح محتم على كل الشركات سواء كانت قطاع عام أو قطاع خاص إنها تقدم الإقرار الضريبي خلال 4 شهور من نهاية السنة المالية سواء الجمعية العمومية اعتمدت القوائم أو لم تعتمدها. إذا حصل تعديل في القوائم استدعى إعداد إقرار معدل كان بها، وزي ما احنا شايفين إنه الدولة في إجراءات للتضييق على تقديم الإقرارات المعدلة، بدل ما كان فترة تقديم الإقرار شهر ويعتبر هو الإقرار الأصلي أو خلال فترة تقادم دين الضريبة اللي هي 5 سنين، أصبح في قانون الإجراءات المنتظر صدوره مدة تقديم الإقرار المعدل 1 سنة. لكن في النهاية زملائنا بتوع الجهاز لما بيعلقوا على الكلام ده في الضرائب كتير، يعني ألا يمكن الرد عليهم يا أستاذ محمود وحضرتك يعني أحد كبرائهم، إنه أي تعديل في الآخر هيصب في صالح الضرائب؟ وعضو الجهاز ليه بيدقق قوي على وعاء الضريبة وهو بيراجع؟ نمسك النقطة الأولانية، 45 يوم. نعم. المعيار ما حددش فترة. نعم. معيار المحاسبة لم يحدد فترة. تمام. نفترض اعتماد إصدار القوائم المالية اتأخر. نعم. قعد 2 3 شهور. أيوة. أنا ماليش دعوة بال 45 يوم. من تاريخ القوائم المالية حتى اعتماد إصدار القوائم المالية من مجلس الإدارة. تمام. في الحالة دي مسؤولية المنشأة. مسؤولية المنشأة يعني إيه؟ يعني أي أحداث لاحقة تستوجب التعديل أو تستوجب الإفصاح المنشأة تعملها. طب دور مراقب الحسابات إيه في الموضوع ده؟ يراجع على المنشأة هي عدلت وفقاً للتعديل وأفصحت وفقاً للإفصاح ولا ما عملتش كده. يعني مثلاً في بعض البنوك في الأول كانت بتذكر
الفجوة في المخصص إفصاح مش تعديل. نعم. هل ده صح؟ طبعا مش صح. لا طبعا. قوائم مالية مش مظبوطة. وكانت بتقول والله أنا أفصحت أهو الناس كلها عرفت، بس ده يعني المعيار ما بيقولش إفصاح، المعيار بيقول لابد من التعديل. عايز بس أأكد هنا على إن ده كمان هيضرها ضريبيا، يعني الاكتفاء بالإفصاح بالنسبة للمخصص البنوك بصفة خاصة هيضرها ضريبيا. بالضبط كده. بالضبط كده. البنوك عندها مناعة يا دكتور مصطفى. لا أنا عايز بس الجزئية اللي قالها الدكتور عبد الرسول برضو، يمكن الفرق الجوهري بين القانون 91 وبين قبل كده، إن قبل كده كان مقابل التأخير ما بيحسبش من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار، وبالتالي يقدم مبدئي ونهائي مش هتأثر على الضريبة المستحقة. أما مع 91 حط قاعدة عامة، وبالتالي هو التقدير الإقرار النهائي هو يعتبر بمثابة إقرار معدل، علشان كده ده السبب في تغيير الحكم مع القانون 91 لسنة 2005. معالي الدكتور محمد عمران، أنا شايف حضرتك معترض. معترض مراجعة ومحاسبة ولا معترض قانون؟ دكتور معالي أنا سمعت القانون وجدت الأستاذ محمود، أولا أنا بشكره على الكلام، متفق كل اللي قاله، يتفق أحكام القانون 159 جميع ما قاله محمود بيه يتفق أحكام ولا عاد بستمتع بتعلم حاجة جديدة كمان، يعني أنا أول مرة أسمع ما هي المحاسبة هي من علي الدكتورة هي يعني أول مرة أسمع المعيار ده الأحداث اللاحقة، ده حاجة جديدة جدا علي أنا شخصيا، يعني فأنا بسمع أمور بتحدث بعد انتهاء القوائم المالية ده كويسة جدا يعني. عارف يا أسامة، عارف الدكتور محمد عمران دلوقتي حاضر معانا الندوة رقم 62، لما يوصل 100 لو يوصل 100 هنديله بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة الكتاب. انا اتعلم يا دكتور عمران، مفيش مانع اني اعرف حاجات محاسبية دي تفيدني في النواحي القانونية. خلي بالك يعني اللي كان بيتكلم الاستاذ محمود بيتكلم في الرأس المال المرخص ورأس المال المصدر طبعا يعني، وانا وماشي مضبوط جدا، انا اهتم جدا بالمسائل دي عندك، وربنا يديله الصحه والعافيه ويقويه ان شاء الله. ربنا يخليك، ربنا يخليك ويديك الصحه. ربنا يخليك يا فندم، الله يسترك ان شاء الله. اي اسئله تخص المحاضره؟ استاذ اسامه. يا استاذ اسامه لا، واضح ان استاذ اسامه النت عنده في حاجه. أنا دكتور، احنا بس عايزين نبص على زملائنا اللي هم على الشات. على الشات كده يا عماد. يعني المدة المنصوص عليها تعديل الإقرار الضريبي قلناها، أرقام المقارنة يستوجب تعديل الإقرار. في سؤال يا دكتور مصطفى بيقول لك هو تعديل أرقام المقارنة يستوجب تعديل الإقرار؟ لا ملهاش ملهاش، لانها مش ملهاش تاثير على، لكن دي ممكن من المعلومات اللي يتعين الافصاح عنها لو تمت عمليه الفحص مثلا على سبيل المثال. هو الاستاذ عبد الجواد يا عماد هنا لا. ايوه اتفضل. الاستاذ عبد الجواد سال سؤال جوهري، ويمكن السؤال ده له شق ضريبي. هل بعد اعتماد الجمعيه العموميه للقوائم الماليه يجوز تعديلها اذا ظهر ما يستدعي ذلك؟ وده بالنسبة للدكتور مصطفى، حصل إن إحدى اللجان قريب اتقدم لها إقرار معدل بعد ما تم محاسبتها واختارها بنموذج 19، هل هذا يجوز ضريبيا؟ خلينا نفصل بس بين حاجتين. هو الإقرار المعدل هو حق للممول، مفيش خلاف على انه حق للممول، اما ان هو هنفترض ان تم الاتفاق، اذا تم الاتفاق حتى بلجنه داخليه بين الممول وبين المصلحه وفقا لاحكام القضاء، قال لك ان الضريبه لا ترتكن على رباط عقدي بين الممول والمصلحه، وانما تفرض في حدود القوانين المنظمه، ونقل كل من الممول والمصلحه تصحيح ما وقع فيه التقديرات من اخطاء. نعم. انا لو بتكلم على خطأ مادي
واللجنة تأثرت بهذا من حقه ان هو يعمل دي. طيب اذا كان خطأ في تطبيق القانون الاجابة هنفترض جدلا بقى انا بتصور انها مثلا حاجة مرتبطة بمسألة محاسبية او مسألة مرتبطة بمستند معين والرقم اللي موجود لا يعبر وان الامر هنا يؤدي الى ان في مصروفات يتعين اعتمادها ممكن بعد كده يدخلها في اي اقرار باعتبار انها مصروفات سنوات سابقة انا بتصور كده لكن من الناحية القانونية هو المفروض يعني اذا كان خطأ مادي لا يتحصن بفوات معاد الطعن به وبالتالي ده يتصحح في اي وقت الخطأ في تطبيق القانون يصحح خلال 5 سنوات حتى بعد الاتفاق بلجنة داخلية ويمكن من الأحكام الجميلة اللي جانا طعن إن كان حصل اتفاق بين الممول ومن المصلحة على دين الضريبة وبعد كده اكتشفت مصلحة الضرائب إن هناك خطأ في تطبيق القانون يؤدي إلى حقية الممول في تخفيض وعاء الضريبة فعدلت الوعاء لصالح الممول ويمكن كان الخلاف اللي دار ساعتها في إن هل حقه في استرداد هذه الضريبة مرتبط باختار مصلحة الضرائب ليه بانه ليه ضريبة مسددة بالزيادة ولا من تاريخ تعديل نفسه في المحاكم قالت لا من تاريخ تعديل الممول باختار الممول بانه اصبح ليه ضريبة مستحقة بعد التعديل هنا بنحسب مدة التقاضي اما اذا كان الامر يتعلق بمصروفات لم تؤخذ في الاعتبار او ايرادات تم معاملتها اعتقد ان دي ممكن مصروفات سنوات سابقة بعيدا عن القول طبعا باللي هي وفقا لمعايير المحاسبه. نعم. الاقرار الضريبي متهيألي. يعني نعم. اخذ ذلك في الاقرار الضريبي التالي. السنه التالية ومن ثم الاقرار التالي. ايوه يعني مش اقرار معدل اول سنه بعد تاريخ بعد الحدث نفسه. بالظبط كده. انما السؤال يا استاذ محمود اللي كان الاستاذ عبد الجواد بيساله بعد الجمعيه العموميه ما اعتمدت القوائم هل اذا ظهر ما يستدعي تعديلها ان انا اعقد جمعيه عموميه تانية لاعتماد الاقرارات القوائم المعدله لو في حدث يستوجب التعديل او الافصاح والتعديل طبعا اقوى او الافصاح يعني برضك الاثنين سيان نشر القوائم الماليه والاعتماد عليها وده موجود في الجدول اللي انا عامله نعم لازم انا كمراقب حسابات امنع نشر القوائم الماليه اللي عليها تقريري اللي هي بتقول القوائم الماليه سليمه وكويسه نعم. لان المعلومات اللي وصلتني لحد ما انا انتهيت من المراجعه انا عملت عليها تقريري علمت بعد كده معلومات تستوجب التعديل وماتيريال جوهريه في الحاله دي لازم امنع نشر القوائم الماليه او الناس اللي خدت القوائم الماليه واعتمدت على تقريري اعمل اجراء مناسب لعدم يعني الاعتماد على التقرير دوت يعني معنى كده ممكن نحط خط فاصل خط رفيع شعرة بين ما يستوجب التعديل وما يستوجب الإفصاح لا واضحة في المعيار المحاسبة تماما اديني أي مثال ده أكتر معيار فيه أمثلة هو المعيار تمام واضح مش شعرة استاذ احمد البدء البحيري ممكن افتح من عندك يا استاذ احمد البحيري ممكن نسمع صوت حضرتك هو استاذ احمد البحيري من الزملاء المهنة حضرتك الدنيا اللي دايما معترضين فعايزين نسمع ربنا جزيل خير يا رب ازي حضرتك هو منورنا النهارده يا استاذ حسام اتفضل حبيبي اتفضل يا احمد استاذ محمود منورنا النهارده شكرا لك حضرتك ربنا يخليك مش معترض اكتر ما هو استفسار بسيط ويعني توضيح من وجهه نظري اتمنى ان اسمع راي حضراتكم فيه المعيار ده بالفعل لخبطني كتير جدا
بس الحمد لله يعني قرأته أكتر من مرة واكتشفت نقطة كده معينة هي دايما الأحداث اللاحقة والأحداث اللاحقة والتي تستوجب تعديل شوية بتلخبط مع الأحداث اللاحقة والتي تستوجب إفصاح فقط. يعني احنا لو ذكرنا مثلا على سبيل المثال واللي تم ذكرها في المعيار والمعيار اكتفى للاسف بامثله بدون وضع تعريف يفصل اللخبطه دي، هو موضوع مثلا افلاس عميل. انا لو عندي عميل عليه 1,000,000 جنيه في تاريخ القوائم اعداد القوائم الماليه، اكتشفت بعد تاريخ اعداد القوائم الماليه لقيت ان العميل ده في شهر 2 ولم يصدر قوائم ماليه بعد، او في شهر 1 لقيت ان العميل بالفعل افلس. السؤال هنا المفروض ان وفقا للفقره 8 من المعيار ان الامر ده يستوجب تعديل. وفي نفس الوقت هو اتكلمنا على الاستثمارات في الفقره رقم 22 من نفس المعيار عن امور تستوجب الافصاح فقط، وقال لي ان مصنع لو تم يعني حريق حصل حريق او دمار لمصنع من مصانع الشركه فبيتطلب افصاح فقط بدون تعديل. الحقيقه ان انا اكتشفت نقطه معينه، العميل ده ممكن في حالات يبقى افصاح فقط وفي حالات تانية يبقى تعديل وافصاح. الحالات اللي هتحتاج تعديل بدون افصاح لما العميل يكون بالفعل عنده مؤشرات في تاريخ اعداد القوائم الماليه انه هو بالفعل مفلس او عنده مؤشرات افلاس، لكن انا وقت تقدير الديون او المدينات بتاعه العملاء عندي في الشركه ما كنتش اعرف المعلومات دي، ولو كنت اعرفها في تاريخ اعداد القوائم الماليه كنت هعمل مخصص للعميل ده ويمكن اعدم الدين لو انا عندي كل المعلومات الخاصه بقدرته الماليه. النقطه الثانيه، لو العميل ده كان قادر ماليا وقت اعداد القوائم الماليه اكتشفت ان العميل ده فعلا عنده القدره الماليه انه يسدد وما فيش بالنسبه له، لكن بعد تاريخ القوائم الماليه وقبل تاريخ الاصدار العميل حصل عنده حريق كبير، حصل دمار لمصنع من المصانع والعميل دخل في تعثر مالي نشأ عنه ان العميل بقى مفلس ومش هيقدر يسدد لي ديوني. ففي الحاله دي انا مش هقدر اعمل غير افصاح فقط برغم ان العميل في الحالتين افلس. الحاله الاولانيه هو كان في معلومات، ما كانش في معلومات عندي لكن عرفتها بعد كده. الحاله الثانيه العميل عندي معلومات بيه كامله والراجل قادر يسدد او العميل قادر يسدد في التاريخ، لكن بعد تاريخ القوائم الماليه تاريخ اعداد القوائم الماليه وقبل تاريخ الاصدار حصل احداث عند العميل أدت إن هو دخل في تعثر مالي وبالتالي إفلاس. هي النقطة دي أو الخط ده الفاصل اللي أنا شخصياً كنت ببحث عنه الفترة اللي فاتت، ويعني أطالب من حضراتكم برضو يعني تقيموا النقطة دي، هل وجهة النظر دي صحيحة ولا لأ؟ هو أنت أولاً إحنا بيدي حتى متأخر. واضح إن حتى متأخر. سيبه محمود دي هو وقع. لا أنا دخلت أنا وحضرتك من بدري. هو وقع محمود دي. ماشي. اتفضل محمود دي. دلوقتي حبيبي يا محمود، المثال اللي انت جبته بتاع تمام العميل اللي وقع بعد كده والى اخره تمام زي بالظبط عميل كان وحش وكونت له مخصص وتعادل في فتره الاحداث اللاحقه. في الحاله دي هعدل. ليه هعدل؟ لأن تكوين المخصص تقديري شخصي لازم أعدل. طيب نيجي لحالة المخزون اللي اتحرق. القوائم المالية عبارة عن لقطة في تاريخ القوائم المالية، صح؟ صح، خليك معايا يا محمد. مظبوط. طيب اللقطة اللي في تاريخ القوائم المالية كان في المخزون ده موجود ولا مش موجود؟ كان موجود طبعا. يبقى لازم اللقطة دي أحط المخزون موجود. حصل بعد كده حاجة أثرت على المخزون، في الحالة دي لازم أفصح. أفصح ليه؟ لأن ده القوائم المالية ممكن المستثمرين ياخدوا فيها قرارات بشأن هذه المنشأة. الشعرة هي مش شعرة. المعيار وضح لنا إمتى بعدل وإمتى بفصح. حتى لو كان مش منطقي بالنسبة لنا
فدي القاعدة بتاعت المعيار. المعايير المحاسبة ليه احنا بنقرأها؟ عشان نعالج بطريقة واحدة مش بطريقتين، مش رأي شخصي. رغم ان في بعض الناس تقول والله ده الحريق دمر المخزن، المعيار قال لي افصح ما تعدلش. واساسه في كده ان القوائم الماليه لقطه في تاريخ القوائم الماليه، لقطه. اللقطه دي فيها جزء ثابت وفيها جزء تقديري. التقديري وقت الاحداث اللاحقه لو حصل فيها تاكيد بعدل. هل كده وصل لك المعلومه ولا لسه عايز استفسار؟ تمام خلاص. وزي ما لو انا وصل المعلومه، لكن هي النقطه اللي اتفضل اتفضل استاذ اسامه الروبي افتح وصل المعلومه، لكن هو استاذ احمد كمل كلام. ايوه يا فندم، انا بتكلم على ان المعيار في نص الفقره 8 هو بيقول ان انت لو عندي امور او بنود بيتم تقييمها وتقديرها، زي مثلا بند المخزون، انا في تاريخ اعداد القوائم الماليه لقيت ان المخزون عندي مقيم بالتكلفه لكن ما قدرتش ان انا اجيب سعر السوق بتاعه فقيمته بالتكلفه. انا لو ظهر عندي بعد تاريخ اعداد القوائم الماليه لكن قبل تاريخ اصدار القوائم الماليه ما يفيد بان في معلومه عن سعر المخزون، والمعلومه دي ممكن توفر عن طريق البيع، انا بالفعل نزلت المخزون للبيع في السوق واكتشفت ان سعره اقل من سعر التكلفه، فبالتالي انا واجب عليا التعديل في تاريخ القوائم الماليه. ده تقدير. لكن انا اسال حضرتك، لكن انا في تاريخ اعداد القوائم الماليه 31/12 انا اكتشفت ان المخزون ده سعره في السوق بناء على قوائم تسعير وبناء على سعر واضح جدا في السوق ان السعر مثلا 100 جنيه. فبعد كده انا بعد اعداد القوائم الماليه، لكن قبل اصدار القوائم الماليه وقبل تاريخ اصدار القوائم الماليه اكتشفت ان في هبوط حاد في سعر المخزون، ده مش دخل، انا ماليش دخل بيه. انا هقدر اشاور على النقطه دي شبيهه جدا باسعار الاستثمارات اللي موجوده في بورصه. مثلا انا بسعرها في 31/12 اكتشفت ان سعر السهم مثلا 100 جنيه، بعد تاريخ اعداد القوائم الماليه وقبل تاريخ الاصدار سعر السهم نزل في السوق، انا ما بعملش حاجه اكتر من ان انا بفصح، ما بعدلش في القوائم الماليه. نفس القصه أحمد. تنطبق على المخزون وعلى الاستثمارات بعد كده. يا استاذ احمد، القاعده العامه الاستثمار مش انت اللي حطيت سعره، انت اللي حطيت سعر في سعر، في معلومه موثوق منها اللي هو السوق، سعر السوق وفي النشره وعليه تداول نشط وليه شروط. ده سعر صار في الحاله دي ما فيش تدخل مني في تحديد القيمه. الحاله الثانيه بتاعت المخزون، انا اللي حددت المنشاه اللي حددت السعر، قد يكون التحديد ده سليم او مش سليم. مظبوط. زائد المعيار واضح ما فيش شك فيه، جايب حالات بعينها وقال هنا عدل وهنا افصح. هي على سبيل المثال يا فندم، المعيار كقاعده، اعمل القاعده دي على اي مثال هاته، لو ما انطبقش يبقى المعيار مش مظبوط. ان شاء الله مظبوط يعني. لا المعيار مظبوط ان شاء الله، لكن هو بس ما مش واضح في الخط الفاصل ما بين الاحداث اللي تستوجب افصاح واللي تستوجب التعديل. يعني في جزء بس عشان بتذكر الامثله على سبيل الحصر، دي اللي شويه عامله لخبطه. انا عندي عميل سيء في تاريخ القوائم الماليه، عملت له مخصص 100%، جه تمام في فترة الأحداث اللاحقة جه سدد لي المديونية كلها، أشيل المخصص ولا أحطه؟ تمام طبعا أشيله، دي معلومة كانت منتقصة عندي في تاريخ إعداد القوائم المالية. أيوة. وكده بعد تاريخ إعداد القوائم المالية قبل الإصدار. طيب مين اللي حدد المخصص؟ المنشأة، مش حد تاني. قضية أنا كنت عامل لها مخصص
واتحكم فيها صالح مصر بالزيادة أو النقص. في الحالة دي هعدل ليه؟ قيمة الحكم طبعا أكيد. أنا اللي حددت معلومة مؤكدة القيمة كده. دكتور مصطفى في بس في جزئيه اللي حضرتك قلتها دلوقتي انا عايز اقول بس انت حضرتك يعني احنا اتحط فعلا المعيار اللي انت بناء عليه بتفصل بين افصاح ولا تعديل. انا عايز بس المثال اللي ضربه الاستاذ احمد جدي المعيار فيما يتعلق بموضوع المخزون الخطا في تقدير قيمه المخزون في 1/12 يختلف تماما عن حدوث حريق او يعني هما الاثنين يتعلقوا بالمخزون. انا اتصور اذا كان هناك خطا في تقدير قيمه المخزون في نهايه المده يبقى خطا في التقدير الشخصي هنا يستوجب التعديل. اما في حاله طبعا ده اجتهاد من قالك بقى بس حصل الحريق هو ده اصل المعيار يا دكتور المعيار اللي انا فهمت ايوه بالظبط انا فهمت صح. اما اذا الامر اللي يتعلق بالحريق لا دي خلاص دي مساله خارجه دي يبقى افصاح بس يبقى انا رجعت برضه للمعيار اللي قاله الاستاذ محمود بالاضافه لكده ان قائمه المركز المالي هي لقطه في تاريخ قائمه المركز المالي. اللقطه دي المخزون فيها كان موجود لسه ما اتحرقش. اذا خلينا محمود نلخص كده اللي حضرتك تفضلت بيه علينا عشان نبقى برضو يعني مستوعبين الفكره. احنا عندنا معيار محاسبه ومعيار مراجعه. معيار المحاسبه يتعامل مع الاحداث اللاحقه من تاريخ القوائم الماليه حتى تاريخ اصدارها. معيار المراجعه من مجلس اداره صح تمام. معيار المراجعه يتعامل من تاريخ اصدارها او اعتمادها من مجلس الاداره حتى تاريخ اصدار تقرير مراقب الحسابات. ايوه صح. وحضرتك تفضلت علينا ببعض المعالجات الخاصه بالفتره اللي ما بعد تقرير مراقب الحسابات حتى النشر وحتى التعديلات الاخرى بعد ذلك. ايوه المعيار ده يعني ادعو اخواتي الزملاء كلهم ان احنا يعني ناخد البيبر اللي عاملها محمود بيه ونبروزها كده. الورقتين دول بالذات على الجدولين دول هتفرق معانا كتير جدا في عرض القوائم الماليه او في استيعاب الاحداث اللاحقه سواء محاسبه او مراجعه. احنا محمود بيه طبعا مش قادر اقول لحضرتك احنا بنشكر حضرتك قد ايه على مشاركتك وعلى دعمك لينا باستمرار. كان في تعليق بس الاستاذ عادل ياسين. كان في الاستاذ عادل ياسين موجود؟ هو خرج وبيمسي عليكم بس لان هو الصوت عنده قطع يا استاذ اسامه. موجود معانا موجود معانا هو عادل بيبي بس على الجميع وبيشكر الاستاذ محمود وهو للاسف الصوت عنده فيه مشكله فهو بلغني بالتليفون يعني ان انا اشكر حضراتكم جميعا. يعني ما عملتش زي اسامه المره اللي فاتت هو عشان الجهاز كده برضه معالي الدكتور. لا هو عشان الجهاز بتاع عادل بيه جديد بس لسه ما خدش على زوم. محمود بيه احنا منتظرينك في لقاءات تانية كتير وبعدين احنا يعني النهارده اللقاء كتير مش هقدر كتير مش هقدر لا يعني هو انا هقول لحضرتك بس احنا بقالنا تقريبا 4 شهور بنعمل الميعاد ده وحضرتك شايفنا ومتابعنا. الاستاذ اسامه شاطر. الاستاذ اسامه شاطر. لا مشي ورايا لحد لما جاب رجلي. احنا اللي قايلين له يا فندم. احنا اللي قايلين له حضرتك استاذنا محمود بيه ربنا يديك الصحه. بعدين يا محمود بيه احنا يعني خلي بال حضرتك زملائنا محتاجين من حضرتك ومن كل الزملاء الكتير فيعني معلش احنا خدنا على نفسنا عهد ان احنا هنتعلم كلنا فيعني ساعدنا شويه نتعلم والله ودكاترتنا وزملائنا يعني اساتذه فضلاء يعني ربنا يديك الصحه فعلا. احنا في النهايه طبعا بنشكر حضرتك يا محمود بيه والى لقاء اخر ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم يا جماعه هيبقى معانا زملاء من شركه مصر المقاصه بخصوص التوقيع الالكتروني. فكره التوقيع الالكتروني موضوع مهم جدا وهيحتاجوا مراقب الحسابات وهتحتاجوا الشركه في الفترات اللي جايه دي. ارجو ده موضوع جديد موضوع من موضوعات الساعه الجديده. ارجو ان احنا نتابع هذا الفكر لانه هتتطور الامور وبالذات مع التطور الرقمي اللي بيحصل مع مصلحه الضرائب وفكره التحول الرقمي هنحتاج فكره يبقى في توقيع الكتروني كمان. ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم هيبقى معانا زملاء من مصر المقاصه يشرحوا لنا هذه الفكره ونراكم ان شاء الله
يوم الثلاثاء القادم بخير ان شاء الله. الاستاذ شكرا لحضرتك. اتفضل يا حبيبي. يا ريت تنزل الماتيريال على السايت على الجروبات هتنزل النهارده ان شاء الله. لا انا هستاذنك يا دكتور بس ممكن تبعتها لي هي لوحدها بره المحاضره واحنا بعتها للاستاذ اسامه لوحدها. انا هبعتها لك على دي حالا دلوقتي. انا هبعتها قبل المحاضره. شكرا لي يا محمود بيه خالص. شكرا جزيلا. على خير والى لقاء اخر. شكرا لك. مع الف سلامه.